السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على المراحل ديال النمو ديال صغار الارانب. ان شاء الله كل سيمانة غادي نبقى نوريكم كيفاش ولاو. هذه راه الشانشيلا، هيا السلالة ديالها. راه عطات واحد العدد مزيان ديال الارانب، عطات واحد 8 مزيان. بالنسبه للعمر ديال الارانب ديال اللي كتشوفهم قدامكم، راه عندهم دابا سيمانه، 7 ايام. 7 ايام الاولى سمو كيوقع فيها كي ما كيبقاوش اللحمات، كيتكون فيهم هذوك الشعر ديالهم كيبدا ينبت لهم. حاولوا ما تبقاش تخربوا فيهم بزاف، انتما الا كان عندكم الولاده، انتما ولدت شي حبات كحل وشي حبات بويض، كما كتشوفوا معايا. العمر ديالهم راه عندهم سيمانة، تبارك الله. دعيو معنا انهم يصدقوا ويكونوا مزيانين في هذه الفترة. هذه حاولوا انكم تحضيوهم، لانهم كتكون عندهم هذه الضريجة هذه خفيفة. ديما كنلقى شي واحد في الكاج وكنردو، يعني حكيت درت واحد الفيديو على هذه القضية. هذه حاولوا ان هذا المستوى هنايا ديما ما تخليوش هنايا هاد الطلعة، ديما خويوها من هذه الجهة بحال هكا. اذا كانت عندكم نفس هذا السيستم بحال هكا، حاولوا ما تخربوش فيهم بزاف هاد القش ديالهم. حاولوا انكم تبدلوه من 10 ايام ل 10 ايام، ان 10 ايام الاولى سمو كيوقع كيولي فيهم. العشر ايام الاولى كيوليو هما كيزقوا كيزبلوا حاشاكم الله، كيزبلوا على هاد كيزبلوا على هذا الاخر، وهذاك الزبل ديالهم كيأثر عليهم. انتوما العمر ديالهم قلنا سيمانه، اذا داك الزبل ديالهم كيولي كيوسخ البلاصه، وكيولوا حتى هما كيبولوا. في الاول ما كيكونوا غير كيزبلوا، ما كيديروا لا زبل لا والو. من بعد كيولي داك الزبل ديالهم في 10 ايام الاولى. حاولوا ان غير هاد الشيء اللي خلاته الام ديالهم تحيدوا ديك النجاره، تخليوه واحد شويه هكا، تخليوه شويه باش يقدروا يتدفاو. وحاولوا ان البرد ما يضربهمش، حاولوا الشمس ما يشوفوهاش بزاف، لان كيكون العينين ديالهم باقي ما تحلوش، يكون العينين ديالهم باقي عاد مسدودين. وان شاء الله غادي يكون الخير. بالنسبه لهاد الصغار ان شاء الله غنحاول ان ندير لكم واحد الدوره كل سيمانه ولا فينين يكبروا، نوريكم الشكل ديالهم كيفاش ولا، باش تاخذوا التجربه في هاد القضيه هذه، وكيفاش تتعاملوا. يعني انا قلت لكم دابا خصكم من 10 ايام 10 ايام تبدلوا لهم القش ديالهم، يتنظفوا عليهم، لان يعني 10 ايام الاولى صافي كيوليو ناب لهم الشعر، وكيوليو كيزقوا كيبولوا. ديك الجهه ديالهم خاصها تبقى تنقى، ما تكونش بحال هكا تقول بصافي راه نسمحوا فيهم راه غادي يكبروا تيجيو خارجين. لا، حتى هما شويه.